أهم قواعد الجاذبية، 4 عوامل هتكلم فيهم دلوقتي ويلا بينا. أول حاجة هي فكرة أحترم قيمك، إن الإنسان يحترم القيم بتاعته والمبادئ بتاعته، مش لمجرد إن هو عايز. مثلا هديلكم مثال، مثلا يعني شخص بيشتغل في أو بيبيع حاجة مثلا، أو عنده منتج وبيحاول إن هو يبيعه، فبيحاول بقدر إمكاني إن هو يزود على سعر المنتج بتاعه علشان يقنع الزبون إن هو يشتري منه حاجة معينة. فللأسف الشديد يعني هو بالنسبة له القيم بتاعته مش مشكلة خالص، أهم حاجة عنده إن هو يكسب، وأهم حاجة عنده إن هو يقدر إن هو يقنع الزبون إن هو يعني يشتري المنتج بتاعه. فأهم حاجة لازم نحترم القيم والمبادئ بتاعتنا، ولازم نكون عندنا نؤمن بيها ولازم نمشي عليها. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي هتخلي فيه جاذبية، وكمان يعني بيبقى فيه انطباع جميل جدا جدا عننا، عن أي شخص بيعرفنا بيعرف إن أنت قد إيه شخص صادق وعندك قيم ومبادئ جواك. تاني حاجة نحاول ان احنا احترام الوقت بقى، يعني ان احنا ايه نتكلم في فكرة الوقت، ان احنا نحترم وقتنا وان احنا نحاول ما نضيعش وقتنا بأي طريقة، نستغله صح، نعرف قيمة وقتنا، لان في ناس كتير للأسف شديد ما بتعرفش قيمة وقتها، بتضيعه على طول طول الوقت، وممكن تضيعه في حاجات تافهة جدا جدا، وبعدين ترجع تسأل نفسها طب انا الوقت بتاعي يا ترى يعني عدى في ايه، انا عملت ايه في خلال يومي، والموضوع بيبقى بالنسبة لها عشوائي جدا. ففكرة ان الانسان يحترم الوقت دي من ضمن الحاجات الجميلة جدا، وكمان بيدي انطباع للناس عنك انك شخص لا عارف قيمة وقتك ومش بتضيع وقتك في اي حاجة تافهة، يعني كمان بتبين ان انت شخص منضبط وشخص عارف ايه اللي وراك وشخص عارف ايه هي الاهداف بتاعتك او ايه هي الحاجات اللي بتحاول ان انت تستغل وقتك فيها، وان انت يعني مش بتضيع وقتك او بتهدره في اي حاجة مش مفيدة او اي حاجة تافهة مثلا. بعد كده نحاول فكرة الاستماع، الاستماع الجيد، ان احنا لما نيجي نفتح محادثة مثلا مع حد او نيجي نتكلم مع حد ما نندفعش بالكلام دايما، نحاول ان احنا نستمع الاول، لان الاستماع دي نقطة مهمة قوي قوي من ضمن الحاجات اللي بتخلي شخص جذاب، لان هو معنى يعني كمان الشخص اللي قدامنا لما بيلاقينا بنستمع الاول وبعد كده بنرد بدون اي اندفاع، او مثلا ما ندلهوش فرصة ان هو يتكلم، دي حاجة بتدي انطباع مش كويس ابدا. فدي من ضمن الحاجات الجميلة والجذابة في اي شخص ممكن نقابله في حياتنا، فنخلي بالنا من النقطة دي، وكمان بتساعد الشخص ان هو يفهم وجهة نظر الشخص اللي بيتكلم معاه. فدي حاجة من ضمن الحاجات الجميلة جدا والصفات الجميلة اللي بتزود الجاذبية وبتخلي الشخص عنده نضج وعنده ليه يعني ليه هيبة كده مثلا، او ليه بتبين ان هو شخص يعني عنده هدوء وبيفكر بعمق، يعني مش مندفع ومش متسرع ومش دايما يعني دايما عايز يثبت نفسه بالكلام بدون ما يدي فرصة للطرف الآخر ان هو يتكلم. كمان فاضل فكرة كمان، هي فكرة طبعا الابتسامة دي صدقة، وان الانسان يبقى مبتسم لأي حد مثلا بيقابله دي حاجة بتبص الراحة يعني جوه اي شخص بنقابله، كمان انها صدقة طبعا، وبناخد ليها يعني بنؤجر عليها، حاجة بنؤجر عليها، وكمان بتخلي الأشخاص اللي حوالينا بيحسوا بارتياح وبيحسوا ان هم بيحبوا يتكلموا معانا، يحبوا ان هم يفتحوا حوار معانا، وبيحسسهم ان احنا قريبين ليهم. فدي حاجة من ضمن الحاجات برضو من أسرار الجاذبية ومن أسرار ومن أهم الصفات الجميلة جدا اللي بتبقى موجودة في أي شخص. فكرة كمان، احنا كده قلنا 4 صفات، فاضل صفة واحدة انا ما قلتهاش، انا يعني دي الصفة الأخيرة، ان الشخص يكون مرتاح مع نفسه. بمعنى
ان شخص مثلا لما يكون موجود في اي مكان مثلا ما يبقاش حاسس ان هو قاعد متوتر وقاعد قلقان وقاعد خايف ان هو يعني مثلا يظهر بصورة مثلا مش كويسة، ويبقى كل تركيزه ان هو قاعد يا ترى الناس شايفيني ازاي، او هم مثلا انا يا ترى كده انا يعني هم حابين وجودي او غيره، ويبقى قاعد منغلق قوي قوي عن نفسه. ففكرة ان الانسان يبقى قاعد مرتاح مع نفسه وحاسس براحة نفسية، ده بيظهر يعني على تصرفاته وعلى حركاته وعلى كل حاجة، يعني كل تصرف بيعمله في أثناء تواجده مع أي شخص تاني. دول بس دول أهم الحاجات اللي هي الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في أي شخصية، وهتساعدنا جدا جدا في أننا نظهر بصورة جذابة، وهتساعدنا في أننا نكون مميزين جدا جدا ولينا حضور كبير قوي قوي. بس ده كان الفيديو، وأتمنى أكون قدرت أفيدكم. ميرسي جدا جدا ليكم، نورتوني، بحبكم جدا، باي باي.